اليوم we're going to continue learning about the weather this week. الطقس الطقس. Let's read this reading passage together. أنا أحمد أعيش في دبي. الطقس في دبي في فصل الربيع معتدل، والشمس مشرقة، ونلبس الملابس ملونة وتتفتح الأزهار. أذهب إلى حديقتي مع أسرتي وألعب مع الفراشات. بينما في فصل الخريف الطقس عاصف وتكون هناك رياح شديدة وتتساقط أوراق الشجر. وفي النهاية أود أن أخبركم بأن فصل الشتاء في دبي هو أفضل شتاء في العالم. Now the new words. فصل الربيع the spring. فصل الربيع. I wear أرتدي or ألبس. Clothes is ملابس. Colorful ملونة. تتفتح بلوم. تتفتح بلوم. الأزهار the flowers. الأزهار. الفراشات butterflies. الفراشات. Autumn فصل الخريف. فصل الخريف. Windy عاصف. Windy عاصف. Stormy رياح. Stormy رياح. Strong شديدة. 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 This one is not like related to the body. It's like it's about the windy, you know. It's about the windy. It is very very strong windy. We can say it رياح شديدة. Falling down, it's تتساقط. Falling down, تتساقط. Leaves, أوراق. Leaves, أوراق. Trees, الشجر. Trees is الشجر. Don't forget, عصافير, it's very important to develop our learning, reading and writing. مع السلامة.